لا نروح لأخبارنا المتنوعة، ومن عند البرتغالي روي فيتوريا حضر مباراة البنك الأهلي وفاركو اللي انطلقت من حوالي ساعة في الأسبوع الأول من مباريات الدوري الممتاز، وده بعد وصوله إلى القاهرة صباح اليوم عقب انتهاء أجازته. فيتوريا حصل على أجازة عقب انتهاء معسكر المنتخب المصري في سبتمبر الماضي، واللي شهد خوض منتخب مصر مواجهتين وديتين طبعا أمام النيجر وليبيريا، وانتهى بفوز منتخبنا الوطني بكل تأكيد. وعلى ذكر اللقاء فهو حتى الآن 1-0 لنادي البنك الأهلي. أما عن اتحاد الكرة المصري، تلقى عرضا من نظيره الكويتي لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والكويتي خلال معسكر الفراعنة في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، حيث يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر. يعني متهيألي هتكون تجربة كويسة لمنتخب مصر، وحتى الآن لسه ما فيش تأكيد عليها، ولكن أظن المنتخب هيوافق على يعني على المواجهة دي. منتخب وكيف منتخبات الجيدة، ويكون احتكاك أيضا للاعبتنا جيد. أصفار قرعة الدوري 32 مقرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات قوية في المسابقات القارية، وتقام منافسات جولة الذهاب لدور ال 32 مقرر يوم 2 نوفمبر المقبل، ثم تقام جولة الإياب يوم 9 من نفس الشهر. وأسفرت طبعا القرعة عن صدام قوي بين أول أغسطس الأنجولي وفيوتشر، بينما يلتقي نهضة بركان المغربي والاتحاد المنستيري التونسي، ده أيضا لقاء قوي، ويصعد عن هذا الدور 16 طبعا نادي يبدأ يخش مرحلة المجموعات، ويتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات بشكل اللي احنا متعرفين عليه بعد الدور ده. احتفل الفرنسي كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية، والبلجيكي طبعا كورتوا الفائز بجائزة أفضل حارس للموسم الماضي بإنجازهما مع زملائهم في ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي أنشلوتي، طبعا إنجاز كبير ليهم ولاعيبة ريال مدريد، هنوهم وكان احتفال كبير. أكيد سعداء جدا إن في زمايلهم من نفس الفريق واحد افضل حارس في العالم، واحد افضل لاعب في العالم، وكل السوشيال ميديا وكل اللعيبه عبرت ليهم بالاحتفال، بتكون حاجه كبيره جدا. والناس كلها من امبارح بتتكلم عن مسيره كريم بنزيما، يعني الناس كلها بتقول الراجل في بدايته كان بيهدر كرات كتير وبيهدر فرص كتير، وكان في انتقادات، ولكن شايفين الراجل وصل فين، اجتهد واشتغل على نفسه. والغريب ان بعد رحيل كريستيانو رونالدو توهج كريم بنزيما. ان شاء الله كل القادم افضل، ولكن ان شاء الله القادم افضل يكون محمد صلاح نجمنا، ويكون هو البطل القادم وافضل لاعب في العالم.